أعلنت مؤسسة حياة كريمة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم والمساندة له في هذه الظروف العصيبة. وتعلن المؤسسة عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم كل أوجه الدعم الممكن انطلاقا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادية في التنمية داخل مصر وخارجها والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصيبة. ويمكن التبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية.